الاسم ديالي عبد العزيز عمي، وساكن في دوار الشهوبات. المشكل اللي عندي انا، المشكل راه عندي مع مول المحل، هذه شهرين وانا مع مول المحل في المشاكل. السيد دابا ما خلى، ما دار لي اخر حل ديالو انه شطب لي الحوايج ديالي، ما خلى لي حتى ما نلبس انا ولادي، يعني خلى لي الدص وما خلاش ندخل المحل بنهار 22 وهو حبسني على سميتو. المشكل اللي طرا من الاول انه السيد استدعاني بانه السيد محتل لي ساند بيد القاضي، بان انا محتل له الدار ديالو، المحل ديالو اللي كنسكن فيه. مشينا للمحكمه، درت سنويه جلسه سنويه في المحكمه، بان المحكمه جلسه الاولى الثانيه حكمت لي المحكمه بعد الاختصاص، يعني صافي حبس. شا هو كيقول لك ودي ما خوتكش المحكمه، نخويك انا بطريقه الخاصه. السيد قهرنا، يعني باش يوصل الانسان للدناءة ديالو الحق راه باش يقطع عليك الموضوع اول حاجه، ثاني حاجه باش يوصل لك باش يشطب لك حوايجك، واخا تكون انت عادم يعني زحاف، باش يحيد لك حوايجك، ما يخليك العفش، يعني داك الشيء كامل اللي عندي 13 سنه، ما داك الشيء كاع اللي جيت 13 عام هذول الزوجه ديالي يشطبوا لك يخلي لك الدص ما يمكنش. دازت واحد السيمانه ثلاث سيمانه هذيك، قال لك بان مشينا درنا ديك لارسو على الحوايج، بانه السيد خونا الحوايج ديالنا. دازت يومين رجعنا من الكوميساريه، صيفطنا واحد السيده كوسيط، عطا شي وريقات شي متنازل، نعطيو حوايجهم مقابل حوايجهم، يعني ولا حوايج ولاو خرجوا عاوتاني، هذا دليل بان الحوايج خرجوا. ثاني حاجه مشى للكوميسار قلت له مودي عندي ادله، عندي سيديه، حتى ديك السيده اللي جات عندي اللي الوسيط درت ليها سيديه، سجلت ليها الصوت ديالها، كيفاش عطاتني وريقات، كيفاش قرصهم عليا، يعني عندي الدليل بروف. زرع عليا بدون سبب، خص باغي نعرف شنو هذا هو السبب اللي خصنا نعرفوا علاش زرع لنا، بغى دارو، اذا يعوضني انا اللي بغى دارو، ماشي نجي خويا كتاخذ يعني شنو، زرع عليا ملي طلبت له رسي انايا، قلت له عطني رسي باغي نشابو لاكارت ناسيونال. حيت حنا في العشوائي، حنا ماشي في بارتمات ولا حنا في العشوائي، يعني السيد ملي طلبت له رسي باش نصاوب لاكارت ناسيونال قال لك انت غتبقى الصلاح، اللي عنده خمسه ديال الكراي، هاد البيبان هادوك نفس الرقم، رقم مكرر. السيد اش بغى عندي؟ يعني الانسان باش يتهز الحوايج وتشطب، عاود نهار 29 فرق عليه عاوتاني المحل جوج مرات، درا ديك لاسيون في الدائره ديالنا اللي تابع لنا في الوفا. اذا السيد اش بغى عندي؟ السيد كيتعلى عليا ما خلاش نعيش، لحد الساعه ولا ما كيدخلش المدرسه، حوايجي باش فيهم لاكارت ناسيونال ديال عقد الزواج ديال المراه، الحي المدني ديال الدري، يعني حوايجي كامل العفاش ديالي، الرزق رزقي. انا اللي كنطالب الطلب ديالي، كنشوف كنطلب ديالي من رجال القانون، كذب عليك، واستعب انه يشدوا لي حق في هذا السيد هذا، موجود لي لا انا لا الابن ديالي لا مرتي انا، يعني متشردين بمعنى الكلمه. الدري ما كيدخلش المدرسه، يعني ما عنده تورق باش يدخل المدرسه، النداء ديال المسؤول الله يرحمه شوف لي مع هذا السيد هذا، حيت ما كاينش شي واحد اللي غيتقبل الظلم هذا. ما كاينش شي واحد اللي غيتقبل الظلم، انما تجال، اذا ارتكبت جريمه لا قدر الله في هذا السيد هذا في حوايجي، ما تقدرش ماشي ولد الجرائم باش ندير الحاله هذه.